حقيقة راح يحل علينا غدا إن شاء الله ضيف عزيز على مملكة البحرين، وهو معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي ثنيان الغانم. وكما أشرنا بالسابق أن هذه الزيارة إن شاء الله راح تضيف لبنة قيمة ومهمة في الصرح العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وكذلك تكتسب أهمية خاصة تلك الزيارة لأنها تأتي الحقيقة في ظل ظروف دقيقة وتحولات مفصلية يشهدها المشهد الاستراتيجي الإقليمي والدولي. نعم، يعني سعادة السفير كما تفضلت، يعني الزيارة تأتي في ظروف إقليمية ودولية دقيقة تستوجب التنسيق والتشاور المستمر. نعم. هل من توضيح أكثر حول هذا الموضوع؟ نعم، فمثل ما ذكرت أن هذه الزيارة توقيتها تأتي في ظل ظروف وتحولات مفصلية قاعد تشهدها المنطقة، فتستوجب المزيد من التشاور والتنسيق، ولا سيما في المواقف البرلمانية. والحقيقة معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي ثنيان غانم يحتل مكانة كبيرة في الوجدان البحريني، لذا هذه تلك الزيارة إن شاء الله راح تحظى باهتمام كبير جدا لدى القيادة ولدى أهل البحرين. إن شاء الله راح يلتقي فيها بجلالة الملك بصاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان، وكذلك الأمير سمو ولي العهد. نعم. سلمان بن حمد إن شاء الله. كيف تقيم هذه الزيارة في إطار الدور الهام الذي باتت تلعبه الدبلوماسية البرلمانية؟ أكيد الدبلوماسية البرلمانية رافد أساسي في دعم أهداف السياسة الخارجية وفي دعم أهداف الدولة، ومثل ما يعني قلنا الله يسلمك أن تأتي أهميتها في المزيد من تنسيق المواقف. نعم، عميد سلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح، شكرا جزيلا لك.